أهلا بكم جميعا في الفيديو الـ11 من دورة تعلم برنامج ريفيت 2024. طبيعي إن أنا لما باجي أرسم حائط بقيده بليفل وأنهيه بليفل، يعني لو اخترت الحائط ده ورحت لأي وجهة من أي من الواجهات بتاعتي هلاقي إن الحائط بادئ من ليفل 1 ومنتهي عند ليفل 2. طيب لو رحنا للخصائص بتاعت الحائط ده وحابب إن أنا أخلي الحائط بتاعي مرتفع عن ليفل 1 بمقدار قيمة معينة او منخفض على الليفل 1 بمقدار قيمه معينه، لو رحنا في الخصائص هنلاقي في حاجه اسمها بيس كونستريت بديتها ليفل 1، في تحتها بيس اوفست. لو جينا غيرنا في القيمه دي وليكن قلنا له 1 ابلاي، هتلاقي ان الحائط بتاعك ارتفع عن البيس كونسترين بتاعتك اللي هي ليفل 1 بمقدار 1 متر. طيب لو جينا قلنا له سالب 1 ابلاي، هتلاقي ان الحائط بتاعك نزل عن البيس كونسترين بتاعتك بمقدار سالب 1. فدي جزئيه مهمه بتساعدني ان انا ابدا الحائط بتاعي من مسافه معينه عن باقي الحوائط. الجزئيه الثانيه وهي عباره عن توب كونسترينت، وهي التقييد بتاع الحائط بتاعي في ليفل 2. انا نهيته عند ليفل 2، عايز ارفعه عن ليفل 2 بمقدار 1 متر. هاجي عند التوب اوفست واقول له 1 ابلاي، هتلاقي برضو ان الحائط بتاعك اصبح مرتفع عن ليفل 2 بمقدار 1 متر. طيب ولو في عندي كاميرا وعايز انزل الحائط ده بمقدار 1 متر، في الحاله دي هاجي عند التوب اوفست واقول له سالب 1 ابلاي، هلاقي ان الحائط بتاعي نزل عن التوب كونسترينت بتاعتي بمقدار 1 متر. دي كده بمنتهى البساطه فكره البيس كونسترينت والتوب كونسترينت في برنامج ريفيت. اخر حاجه عايز اكلمك عنها وهي ان لو عايز انا ادخل ارتفاع الحائط بتاعي بنفسي هعمل الكلام ده ازاي. اول هنرجع البيز بصفر بصفر والتوب بصفر. طيب هبدا عادي اختار الحائط، هبدا الحائط بتاعي وليكن من ليفل 1، وهاجي عند التوب كونسترينت هقول له انكونكتد غير مقيد، وهاجي هلاقي في انكونكت فتحت معايا جنبها قيمه وليكن هقول له انا عايز الحائط ده ارتفاع 8 متر ابلاي، هتلاقي ان الحائط بتاعك اصبح بارتفاع دورين ولكن غير مقيد بالتوب كونسترينت او الليفل اللي هينتهي عنده الحائط. دي كده بمنتهى البساطه كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا، وهي كيفيه التحكم في الحائط وارتفاعات الحائط بكل الخصائص اللي موجوده في برنامج ريفيت. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.